هذا الحديث حصل على الألباني رحمه الله حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا الحديث لا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فهم يبلغونه عليه الصلاة والسلام، وهذا التسليم الحاصل عن طريق التبليغ، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا بلغه رد الله عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، وليس هناك تأخر، لأن الحديث منصب على رد السلام ليس على تبليغه. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي، يسلم عليه أحد فيصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التبليغ، فإذا وصله رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. كيفية ما يكون في القبر الله أعلم به.